هنرسم دايرة وليكن في المستوى الطب. هرسم دايرة، الدايرة عشان تبقى فول ديفايند لازم اديها ايه رقم. مش هنعقد على نفسنا الموضوع، هنرسم 200 عشان ارسم السنة. فابتدي امسك لاين او مستطيل whatever، هما الاتنين واحد، وابتدي اطلع وارسم كده. وبعد كده هقول له عايز سمارت دايمنشن، هطلع ادي سمك للايه للسنة بتاعتي تمام، وليكن 10. وبعدين هبتدي اديها ارتفاع للسنة وليكن 20، وهبتدي امسك من هنا لهنا واديها 5، وابتدي امسك من هنا لهنا واديها قطر نص قطر الدايرة 100 تمام. اعتقد ال20 دي عايزة تقل شوية، 15 هاجي من هنا احط فلت هقول له طبعا فلت 10، فهو بيطلع لي رساله بالتحذيريه بيقول لي كتير قوي، لان اذا كان ده عرضه 10 طوله 15 فزي ما عليه فلت 10، فطبعا هي السنه بتبقى 1 مللي حاجه زي كده بسيطه. واجي من هنا برضو اخد ايه معايا مقدار الفلت ده، مقدار الفلت ده، وهقول له اوكي. لاحظ ان هو راح اعمل في السنه ايه فلت بسيط. هحط سمارت دايمنشن من هنا لهنا، هخليها درايفنج، هقول له اوكي. هعمل دبل كليك على الاوفر ديفايند، هقول له دايجنوس، هاجي من هنا هقول له نيكست، هقول له اكسبت. انا مش عايز ده يبقى فيرتيكال، هقول له اكسبت، هقول له صح، وهكتب هنا 95. بدل ما انا فهمت اللعبه تمام، ان انا لو حطيت هنا زاويه تانية هيجيب لي نفس الحركه تمام. فممكن بقى ايه اتذاكى عليه شويه واقول له هات لي والله الخط ده، هات لي الدايمنشنز او الكونسترينز ده واعمل له ايه ديليت تمام. صح. احنا بنخش الاوفر ديفايند والدايجنوس. الدايجنوس دي لما احنا يكون عندنا شكل معقد قوي مش عارف افكر فيه، او انا مخي هنج مش عارف افكر اجيب احله ازاي. واجي هنا اكتب له كام؟ 95 تمام. حاجه من النقطه دي خلي بالك ال 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 الشكل كله مال معايا، فهمسح ده كده خالص مش محتاجه ديليت. ما ينفعش اعمل دايمنشنز على شكل في عوجات، فهمسك من هنا خط هعديه في نص السنه وهقول له انا عايز اعمل سمارت دايمنشن ما بين ايه ما بين النقطه دي والنقطه دي، واقول له اوكي. واخلي الخط ده نوعه كونستراكشن لاين تمام، يبقى اصبح ممسوك على ايه على طول السنه. مش مشكله حتى امسكه على العرض مش هتفرق معايا، وهو الخط ده اللي هيحصل عليه ايه مع النقطه بتاعت الاصل، هو ده اللي هيثبت. هكتب عليه 5، هو ده اللي هيثبت تمام. اشوف بس ال10 دي متقسمه منين، ال10 دي متقسمه من بره بره تمام، والخط ده في نص الايه الشكل، فلما اخليها 5 تجيب لي الايه السنه بتاعتها. المفروض كمان كنت اعرف الخط اللي تحت ده من كام لكام. خلونا انا عايز اقيس ايه، احط ده كده بس اقرا الرقم 12.6، هو طبعا مش هيقبله اوكي. وهاجي من هنا هقول له دبل كليك على ده، هقول له 12.6 على الاثنين. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان النقطة دي بقت على بالظبط على الايه؟
على القط ده، تمام. طب لو انا عايز القط ده يجي على الستة بتاع الدايره، مش لازم اعمل كل بقى اللي انا عملته ده، ممكن امسك ده كده اقول له ديليت، اقول له الخط ده كنترول ريليشن بقى. ايوه بالظبط كده، اقول له اد ريليشن ايوه مع النقطه دي، تمام. اقول له ايه كونسندد، بس كده تمام. هعمل بقى ايه عشان اعمل الترمية؟ هعمل اشيل ده وهناخد امر اكستند واجي من هنا واعمل اكستند ده، واجي من هنا اعمل اكستند ده، وبعد كده اخد ترم من نوع ترم تو كلوست واقفل ايه الحته دي واقفل الحته دي، تمام. ودي الصح الشكل ينور معايا تاني، راجع تاني ينور ايه ازرق ازرق. ليه بقى؟ في حاجه وحيده هعملها دلوقتي هيقفل الشكل. انا مسحت ايه من تحت الخط، كان ماسك ايه الخط ده، كان ماسك النقطتين تحت دول. يبقى انا دلوقتي عشان ارجع الشكل تاني لازم اضيف ارتفاع السن اللي هي اتمسح، ما هو كان ارتفاع السن من فوق اللي جت الخط اللي اتمسح، تمام. فممكن اقول له اعمل سمارت دايمنشن من هنا، ممكن امسكها من هنا شغال برضو السنه اتقفلت معايا، او ممكن امسكها من ناحيه الاورجن من ايه الماكس. الشكل كله نور اسود يبقى الترس بتاعي مظبوط، تمام. هقول له باترين على السيركل، سيركلر النقطه دي هختارها انه نقطه اللي هي الايه الاورجن. كان المفروض بس اخش وانا معايا الايه اعمل سيلكشن على كل اللي هي اللي فوق دي من غير الزوايا ولا بالزوايا كله، تمام. هو لما بيجي يعمل باترن ممكن اقول له حتى كتير من هنا، لما بيجي بيعمل باترن بياخد الريليشن معايا، يعني هاخد دي كده. بص خد ايه، مع ان خد ضلع صح، فخد معاه الريليشن، ولو عملت كليك هنا ياخدها وياخد معاه الريليشن. هعمل كنترول عشان اضيف السليكشن، تمام. وبعد كده اخش اقول له انا عايز اعمل باترين هتلاحظ السنون طلعت معايا مظبوطه. هقول له انا عايز 360 درجه، دي طبعا لازم تلف على 360 درجه، وعن طريق المديول هطلع عدد الايه السنون. المفروض السنه دي هتيجي تعشى مع ترت سن صغير في الجزء ده، تمام. فدي بتيجي بالمديول، تبقى كام سن. مبدئيا هخليها كده، تمام. واقول له اوكي، هيطلع لي كل الايه التروس. هبتدي باستخدام التريم اشيل الايه الاجزاء اللي جوه دي كلها، وادي له اكسترود يديني الايه على كل واحده بالتريم. على كل واحده، لان انت اوريدي واخد دي بالتريم. لا انا لما خدت، انا لما خدت اللي فوق بس، تمام. مفيش اوبشن ان هو مثلا ياخدها، ممكن تعملها بقى في 3 دي. ده الاوبشن بقى، ان انت بدل ما تعمل اري في ال 2 دي في اري في 3 دي، تمام. هي باترن برضه اسمها ايه باترن، بس دي في 3 دي، دي بتاعه تعمل لك اللي انت بتقول عليه، يجي يفرق لك الايه اللي في النص. بدل ما احنا ما درسناش، فاحنا هنسلم الطريقه البدائيه شويه اللي هو هنعمل تريم مع الكولين، تمام. كده يبقى انا عندي الشكل بتاعي بقى ايه موجود. هديله بعد كده ترس تاني هترسم من هنا، بس طبعا بقى تكمله الهوم ورك انا عايز اعرف لما بدخل السن هنا الزاويه دي ممكن تفتح او تقل البنش اللي هو ما بين ده وده. طبعا المفروض السنه الثانيه بتوصل لغايه الحته دي كده، عشان هنا في التزييت الروبليكيشن. ايوه بالظبط، ما توصلش لغايه الاخر، لان لو حصل هنا في طبقه زيت وهي واصله لغايه الاخر هيعمل ايه بوش على الشفط، تمام. فالحسابات دي كلها انا عايزكم تعملوها لو انتوا السنه تخش كده، تخش كده وتستخدم لي الحاجه اللي احنا خدناها في الاول اللي هي سكتش اكسبرت، ان انت تظبط لي بيها الشغل ده، تمام. اللي هو اللي احنا خدناه في الاول المحاضره.